بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ أبو النجا موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: فصل. شروط من تقبل شهادته. شروط من تقبل شهادته ستة: البلوغ. الشرط الأول أن يكون بالغا، فلا تقبل شهادة الصبيان. قال شيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله فلا تقبل شهادة الصبيان، وبه قال الثلاثة الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك رحمهم الله وجمهور العلماء رحمهم الله، لقوله جل وعلا: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الله تعالى قال: من رجالكم، فدل على أن شهادة الصبيان لا تقبل. وعن أحمد رحمه الله أنها تقبل ممن هو في حال أهل العدالة، وعنه لا تقبل إلا في الجراح قبل التفرق عن الحالة التي تجارح عليها، يعني الصبيان. والفرق بين المجنون والمعتوه: المجنون مختل العقل وفي الغالب يضرب ويشتم، والمعتوه مختل العقل ولكنه لا شر فيه. الثاني، الشرط الثاني العقل، فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق أحياناً في حال إفاقته، عندما يكون مفيق تقبل، وعندما يكون مختنق لا تقبل. قال: وهذا بالإجماع لحديث رفع القلم عن ثلاثة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الثالث، الشرط الثالث الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس أي الأبكم ولو فهمت إشارته إلا إذا أداها بخطه أي بكتبة. الرابع، الشرط الرابع الإسلام، أن يكون مسلما، الشاهد يكون مسلم. الخامس الحفظ، أن يكون يحفظ ما يقول. قال: وبهذا قال الثلاثة رحمهم الله: إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم فتقبل شهادة الكافر عندنا، يعني في السفر إذا لم يوجد مسلم. وقال الثلاثة لا تقبل، دليلنا قوله تعالى: وآخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، أي سافرتم. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم وكثير من العلماء رحمهم الله تعالى. تنبيه: شهادة العبد المملوك عندنا مقبولة، وهو اختيار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله لعموم قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وبه قال كثير من العلماء. وقال الأئمة الثلاثة لا تقبل. السادس العدالة، أن يكون مؤدياً للفرائض مجتنباً للمعاصي،
ويعتبر لها شيئان: الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض بسننها الراتبة، واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن أن يداوم على صغيرة. فلا تقبل شهادة فاسق أي عاصي. وتعريف الكبيرة: كل ما جاء فيه حد في الدنيا. الكبيرة كل ما فيه حد كالسرقة والزنا أو وعيد في الآخرة، توعد الله أولئك العصاة في الآخرة، أو جاء فيه غضب أي غضب الله أو لعنة أو نفي إيمان، فهذا من الكبائر، وما عدا ذلك فهو صغير. قوله السادس: العدالة، لقوله جل وعلا: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أن يكون مؤديا للفرائض بالسنن ويجتنب المحارم، وأن لا يرتكب كبيرة ولا يداوم على صغيرة. ولحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة. رواه أحمد وأبو داود رحمهم الله. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإسناده قوي. وفي رواية لأبي داود: ولا زان ولا زانية. ورواه ابن ماجة رحمه الله، ولفظه: لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا محدود في الإسلام أي من أقيم على الحد، ولا ذي غمر على أخيه أي بينهما عداوة. وفي إسناده حجاج ابن أرطاه رحمه الله. تابع لما تقدم قريبا: الإدمان على الصغيرة. المداومة على الصغيرة يجعلها كبيرة، فعلى المسلم أن يتوب إلى الله ويحذر المعاصي. وقد حكى في البحر اسم كتاب إجماع العلماء رحمهم الله على أنها لا تصح الشهادة من فاسق. وقال ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد: قال الجمهور: العدالة هي صفة زائدة على الإسلام، وهو أن يكون ملتزماً لواجبات الشرع ومستحباته، مجتنباً للمحرمات والمكروهات. وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: والعدل في كل زمان ومكان وفي كل طائفة بحسبها، فيكون الشهيد في كل قوم من كان عدلاً فيهم، وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر. قلت: وما اختاره الشيخ ابن تيمية رحمه الله هنا هو اللائق، لأنه يتمشى مع الزمن وأهله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإذا كان الناس فساقا أي عصاة إلا القليل النادر، قبلت شهادة بعضهم على بعض، ويحكم بشهادة الأمثل أي الأحسن. قلت: وهذا هو الحق الذي لا يعدل عنه. فائدة: لا تقبل الشهادة من ناطق إلا بلفظ أشهد أو شهدت على الصحيح من المذهب، فلو قال أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به. وقال أبو الخطاب والشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله: لا يعتبر لفظ الشهادة. وقوله بسننها الراتبة أن يحافظ على الفرائض والسنن. قال في الإنصاف: أداء الفرائض يكفي ولو لم يصلي سننها، وهو الصحيح من المذهب، وقدمه في الفروع. وعلى ما مشى عليه المصنف لا تقبل الشهادة ممن داوم على ترك السنن، لأن ذلك يدل على أنه لم يحافظ على أسباب دينه. الثاني: استعمال المروءة، وهو فعل ما يجمله
ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشيله أي يفسده، واجتناب ما يدنسه أي من المعاصي ويشينه أي يفسده. ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم. إذا زالت الموانع تقبل شهادته. باب موانع الشهادة. لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض، عن الأب والجد والابن وابن الابن، هؤلاء لا تقبل شهادتهم لقوة القرابة. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة. موانع الشهادة ثمانية أشياء: أحدها قرابة الولادة وهم الآباء وإن علوا، والبنون وإن نزلوا، أما بقية القرابة كالعمومة والأخوة والأخوال وبنوهم فشهادتهم مقبولة. الثاني الزوجية، فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها لقوة القرابة. الثالث أن يجد إلى أن يجر إلى نفسه نفعا، يعني يشهد لأجل منفعة. الرابع أن يدفع عنها ضررا، يشهد ليدفع الضرر. الخامس العداوة الدنيوية، أن يكون بينهما عداوة، أما العداوة الدينية فغير مانع من الشهادة، يعني إذا عاداه للمعصية فهذه العداوة لا تمنع الشهادة. السادس من شهد عند حاكم فردت شهادته بتهمة لرحم أي قرابة أو زوجية أو عداوة أو طلب نفع أو دفع ضرر ثم زال المانع فأعادها لم تقبل. السابع العصبية، فلا شهادة لمن عرف بها كتعصب جماعة على جماعة وإن لم تبلغ رتبة العداوة. قال في الإنصاف: والصواب عدم قبوله مع العصبية خصوصا في هذه الأزمنة. الثامن أن يكون المشهود له يملك الشاهد أو بعضه، لأن القن أي المملوك يتوسط في مال سيده وتجب نفقته، وعمودي النسب هم الآباء وإن علوا والبنون وإن نزلوا. قوله: لا تقبل شهادة عمودي النسب، وبه قال الثلاثة وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وشريح وعمر بن عبد العزيز وابن المنذر وأبو ثور رحمهم الله: تقبل لعموم قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فرع: إذا كان له ولد من رضاع أو زنا فشهادته له مقبولة، وكذا عكسه. وقال ابن القيم رحمه الله: والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والأب لابنه فيما لا تهمة فيه، ونص عليه أحمد. قوله: ولا شهادة أحد الزوجين، الزوج لزوجته والزوجة لزوجها، وفاقا لمالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وأجازها الشافعي رحمه الله. قال: وتقبل عليهم، أي هؤلاء الذين لا تقبل لهم تقبل عليهم إذا شهد عليهم لقوله تعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قل الحق ولو كان مرا، رواه أحمد والطبراني وابن حبان رحمهم الله
من حديث أبي ذر رضي الله عنه: ولا من يجر إلى نفسه نفعا يشهد لأجل النفع أو يدفع عنه ضررا، ولا عدو على عدوه، لا يشهد عدو على عدوه. وبه قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله، وقال أبو حنيفة تقبل، ذكره ابن رشد في بداية المجتهد رحمه الله. ولنا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، أي عداوة إذا كان بينهما عداوة. رواه أبو داود. والغمر الحقد كما في النهاية لابن الأثير، الغمر الحقد يعني العداوة. قال في التلخيص الحافظ ابن حجر رحمه الله: وسنده قوي. ورواه أيضا البيهقي وابن دقيق العيد وابن ماجة رحمهم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة. رواه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ورمز له السيوطي رحمه الله بالصحة. وروى أبو داود رحمه الله في المراسيل من حديث طلحة بن عبد الله بن عوف رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. قال في النهاية: هو المتهم، المتهم في دينه يعني الظنين. ومن قول بعض السلف: العداوة تزيل العدالة، ولا عدو من على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه، ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو. فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. فصل: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، ولا يكفي على من أتى بهيمة، ويكفي على من أتى بهيمة رجلان، يعني إذا جامع بهيمة، ويقبل من في الحدود والقصاص، وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح. ويقبل في الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال، ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء. قال: ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة، وهذا بالإجماع لقوله تعالى: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. أربعة شهداء. وقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. فائدة: أقسام مشهود به 7، أحدها الزنا واللواط، فلا بد من 4 رجال عدول، صلى الله العافية. الثاني: إذا ادعى من عرف بغناء أنه فقير، إنسان معروف أنه غني ولكن ادعى أنه فقير ليأخذ من الزكاة، فلا بد من 3 رجال أن يشهدون أنه فقير، لحديث قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه، وفيه: حتى يقول 3 من ذوي الحجات من قومه: لقد أصابت فلانا، يعني فاقة، فحلت له المسألة. رواه مسلم. الثالث: ما أوجب قودا، أي قصاصا أو حدا أو تعزيرا، فلا بد من 2، ومثله النكاح والرجعة والخلع والطلاق والنسب
والولاء شاهدين. وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، وقال أبو حنيفة يقبل فيه النساء، ورجحه ابن قيم الجوزية رحمه الله. واتفق الأربعة على أن النساء لا تقبل شهادتهن في الحدود والقصاص، واتفقوا أيضاً على أنه لا يصح الحكم بالشاهد واليمين فيما عدا الأموال وحقوقها. وكما هو معروف المراد بالأربعة مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله. الرابع المال وما يقصد به، فيكفي فيه رجلان شاهدان أو رجل وامرأتان في المال، لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني في مسألة المال، أو رجل ويمين المدعي. هذا المذهب الحكم بالشاهد واليمين. وبه قال مالك والشافعي والجماهير من العلماء رحمهم الله، وهو قول الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم وفقهاء المدينة السبعة، وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. هؤلاء الفقهاء السبعة رحمهم الله. وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي رحمهم الله بعدم جواز الحكم بالشاهد واليمين. دليلنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، رواه أحمد ومسلم وأبو داود رحمهم الله. وعن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد، رواه أحمد والترمذي رحمهم الله. والمقدم في المذهب لا تقبل شهادة امرأتين ويمين المدعي ولا أربع نسوة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، رواه أهل السنن، ورواه أيضاً الشافعي وابن حبان والبيهقي، وصححه الرازي وأبو حاتم رحمهم الله. وقال في التلخيص ابن حجر رحمه الله قال ابن أبي حاتم رحمه الله في العلل عن أبيه هو صحيح. تنبيه: اختار الشيخ ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله جواز الحكم بالشاهد الواحد إذا عرف الحاكم صدقه وأمانته. قال ابن القيم رحمه الله في الطرق الحكمية اسم كتاب: يجوز للحاكم بشهادة الرجل الواحد إذا عرف صدقه في غير الحدود، لكن في غير الحدود، ولم يوجب الله على الحكام أن لا يحكموا إلا بشاهدين أصلا. الخامس: يقبل في موضحة، أي في جرح موضحة ومنقلة وهاشمة، هذه شجات أو ضرب في الجسد، وداء دابة بعين، وداء بعين ونحو ذلك، قول طبيب وبيطار، البيطار هو طبيب البهائم، قول طبيب وبيطار واحد مع عدم غيره، فإن لم يتعذر فاثنان لأنه الأصل، فإن اختلف قدم قول مثبت لأن معه زيادة علم تخول تقديمه. ومن هذا الباب قبوله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه، رواه أبو داود والنسائي رحمه الله، يعني قبل شهادته مقام شهادة شاهدين. وقد ترجم عليه أبو داود رحمه الله: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به.
قوله وقد ترجم عليه أبو داود رحمه الله: باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به. قوله ثبت المال دون القطع لكمال بينته، ثبت المال إذا شهد شاهد على أن هذا أخذ مال هذا، وأما في القطع لا بد من شاهدين ولا يثبت القطع لعدم كمال بينته. السادس ما يقبل فيه قول واحد عدل ولو أنثى، وهو رؤية هلال رمضان. رؤية هلال رمضان يقبل شاهد واحد ولو امرأة، دخول رمضان ما يقبل فيه قول واحد عدل ولو أنثى، وهو رؤية هلال رمضان، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، رواه أبو داود والدارمي والدارقطني وابن حبان والحاكم وصححه. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصامه وأمر الناس بصيامه. دخول رمضان يقبل بشاهد واحد مسلم عدل، وأما دخول شوال لا بد من شاهدين. ولحديث الأعرابي الذي شهد برؤية الهلال فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم شهادته، رواه أهل السنن رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما. السابع يقبل فيما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، بكاء الصبي عند الولادة ونحو ذلك، شهادة امرأة واحدة عدل. هذه الأمور تقبل فيه شهادة امرأة واحدة عدل، لقوله عليه السلام في حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه: كيف وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ جاءت امرأة ادعت أنها أرضعت هذا الرجل والمرأة وزوجته، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها بعدما ادعت فلانة أنها أرضعتكما. رواه البخاري وأهل السنن، وترجم له البخاري بقوله: باب شهادة المرضعة. وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز شهادة القابلة، يعني التي تحضر عند ولادة المرأة، رواه الطبراني في الأوسط، وقال في مجمع الزوائد: وفيه من لم أعرفه، يعني الراوي لا يعرف. قوله: لم يثبت به قود ولا مال، لأنه القود لم يثبت والمال بدله. فائدة: تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال غالبا وفاقا للثلاثة رحمهم الله، والخلاف عندهم في العدد، فعند أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله تقبل شهادة امرأة عدل، وعند مالك رحمه الله لا يقبل أقل من امرأتين، وعند الشافعي رحمه الله لا يقبل إلا أربع نسوة. فإذا قال في الطرق الحكمية، اسم كتاب، الطريق العاشر: الحكم بشهادة امرأتين ويمين المدعي في الأموال وحقوقها، وهذا مذهب مالك رحمه الله، وأحد الوجهين في مذهب أحمد رحمه الله، حكاه شيخنا واختاره، وظاهر القرآن والسنة يدل على صحة هذا القول. فإذا جعلت الشريعة الإسلامية شريعة العدل والإنصاف المرأة على النصف من الرجل، شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في عدة أحكام، منها الشهادة
فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، وذلك فيما يجوز فيه شهادة النساء، ومنها الميراث فللذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية فدية المرأة نصف دية الرجل، منها العقيقة فعن الغلام شاتان وعن الجاري الشات، ومنها العتق فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار. السادس عطية الأولاد في الحياة، فعلى المذهب يجب التعديل بينهم بقدر إرثهم، وشريعتنا الإسلامية فاقت الشرائع كلها بالعدل والإنصاف والأحكام الحكيمة، فهي رمز العدالة ونور الطريق، فلا ظلم ولا جور ولا تضليل. شريعتنا الإسلامية تتمشى مع الزمن وتطوراته، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، ولا شك أن الفساد وظلم العباد هو الحكم بالقوانين المخالفة لشريعة الإسلام، القوانين الوضعية التي هي من عمل مخلوق ناقص لمخلوق مثله. شريعتنا الإسلامية فيها حل لجميع مشاكل الحياة، فيجب تطبيق أحكامها والعمل بنظامها، وصدق الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، وكل شيء فصلناه تفصيلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فائدة: يشترط لقبول الشهادة على الشهادة 8 شروط، أن الشاهد يشهد غيره بما يشهد. الشرط الأول كونها فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وهو حق الآدمي دون حقوق الله تعالى. الثاني تعذر شهادة الأصل بمرض أو موت أو غيبة مسافة قصر. بهذا قال الأئمة 3 مالك وأبو حنيفة والشافعي رحمهم الله. الثالث دوام العذر إلى صدور الحكم، ومن الأعذار مرض شاهد الأصل أو غيبته مسافة قصر وأكثر. الرابع دوام عدالة شاهدي الأصل وعدالة شاهدي الفرع إلى صدور الحكم. الخامس استرعاء شاهد الأصل شاهد الفرع، وأصل الاسترعاء مأخوذ من قول المحدث أرعني سمعك، يريد أسمع مني، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، وأن لا ينوب عنه إلا بإذنه. السادس أن يؤديها شاهد الفرع بصفة تحمله، وإلا لم يحكم بها. تعيين شهادة فرع الأصل شاهدي فرع لأصله، أي فلا بد أن يقول فلان ابن فلان. قال القاضي حتى لو قال تابعيان أشهدنا صحابيان لم يجد حتى يعيناهما، أي فلان وفلان. ثبوت عدالة الجميع. والأربعة مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي رحمهم الله. فإذا اتفق الأربعة على قبول الشهادة على الشهادة إذا كانت في حقوق الآدميين، إلا إذا كانت في العقوبات فلا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله. أما حدود الله فلا يقبل فيها كتاب القاضي القاضي، لأنها مبنية على الستر والدرء بالشبهات، ولا تقبل الشهادة على الشهادة أيضا في العبادات والحدود. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء رحمهم الله. وقد فقال في المغني: فالشهادة على الشهادة جائزة بإجماع العلماء. وقال أبو عبيد: أجمع العلماء من أهل الحجاز والعراق على إمضاء الشهادة على الشهادة في الأموال تتم تثبت شهادة الشاهدي الأصل بشهادة شاهدين يشهدان عليهما. وقال ابن بطة رحمه الله من أصحابنا:
لا تثبت حتى يشهد أربعة على كل شاهد أصل شاهداً على كل شاهد أصل شاهد فرع، وهو قول الأئمة الثلاثة رحمهم الله. وأيضاً وإيصاء إليه يقبل فيه رجلان، الإيصاء يقبل فيه رجلان الوصية، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجلان، يشهد رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال، بكاء الطفل عند الولادة ونحوه، تقبل فيه شهادة امرأة عدل، والرجل فيه كالمرأة. ومن أتى برجل وامرأتين أو شاهد ويمين فيما يوجب القود القصاص لم يثبت به قود ولا مال. وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع، وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. فأصل: ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها أي ينسبها إلى سبب من قرض أو بيع ونحوه. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض، ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. باب اليمين في الدعاوي: لا يستحلف في العبادات لا في حدود الله تعالى، ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرزق وأصل الرق أي العبودية والولاء والاستيلاد والنسب والقود القصاص والقذف. قال: والنسب والقود والقذف في ذلك أنه لا يقضى بالنكول فيها، يعني إذا امتنع عن اليمين، فإذا أنكرت النكاح لا تستحلف من أجل ذلك، وإذا أنكر الطلاق فكذلك، وإذا ادعى الرجعة أي بأنه راجع زوجته وأنكرت الزوجة أو وليها فلا يستحلف، فيقبل قوله بدون استحلاف. وعن أحمد رحمه الله: يستحلف. وبه قال الشافعي رحمه الله: وإذا ادعى على اللقيط بأنه رقيق، يعني وجد طفل مطروح فادعى أنه عبد، إذا ادعى على اللقيط بأنه رقيق أي عبد، أو ادعى عليه بأنه مولى لبني فلان مثلا، أو ادعى أنه قد استولد أمته فأنكرته. قوله في العبادات: لا يستحلف في العبادات، هذا قول الجماهير من العلماء رحمهم الله، لأن الإنسان مؤتمن عليها فيما بينه وبين الله تعالى، لعموم قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض. والأمانة جميع الأحكام الشرعية، جميع العبادات، جميع أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام أمانة، يجب على المسلم أن يمتثل الأمر ويجتنب النهي. قوله: ولا في حدود الله تعالى، أي لا يستحلف كحد الزنا أو شرب مسكر أو سرقة. وجه هذا القول أن الحدود مطلوب سترها، ولأن المقر لو رجع عن إقراره قبل رجوعه. ومن أدلة ذلك
قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة. ولأنه صلى الله عليه وسلم أعرض عن ماعز لما أقر بالزنا، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد، يعني حتى شهد 4 مرات، وعند ذلك أمر بإقامة الحد. وقد قال عليه السلام لهزال، اسم رجل، في شأن ماعز: لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. ولقوله عليه السلام: ادرأوا الحدود عن المسلمين، يعني إذا كان هناك شبهة ولم يثبت، ادرأوا الحدود عن المسلمين. رواه الترمذي رحمه الله مرفوعا وموقوفا. قوله: لا يستحلف في العبادات لا في حدود الله تعالى، ويستحلف المنكر المنكر في كل حق لآدمي، يستحلف المنكر في كل حق لآدمي، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي، ولكن اليمين على المدعى عليه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. رواه السبعة. ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق العبودية والولاء والاستيلاد والنسب والقود القصاص والقذف. على الصحيح من المذهب لا يستحلف في 10 أشياء، والحكمة في ذلك أنه لا يقضى بالنكول فيها، الامتناع عن الحلف، فإذا أنكرت النكاح لا تستحلف من أجل ذلك، وإذا أنكر الطلاق فكذلك، وإذا ادعى الرجعة أي بأنه راجع زوجته فأنكرت الزوجة أو وليها فلا يستحلف، فيقبل قوله بدون استحلاف. وعن أحمد رحمه الله يستحلف، وبه قال الشافعي رحمه الله: وإذا ادعى على اللقيط، يعني وجد الطفل مطروح، ادعى عليه بأنه رقيق أي عبد، أو ادعى عليه بأنه مولى لبني فلان مثلا، أو ادعى أنه قد استولد أمته فأنكرته، أي لا يستحلف في هذا. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله ابن تيمية: هي المدعية فلا يستحلف في ذلك، لأن الذي يقضى عليه بالنكول هو المال وما يقصد به المال. وكذا في النسب لو ادعاه أو ادعى به عليه، وكذا الحكم في القود والقذف كما لو ادعى به عليه فأنكره فلا يستحلف، وعنه بلى أن يستحلف. وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله: واليمين المشروعة هي اليمين بالله، الحلف بالله عز وجل، لقوله تعالى: أقسموا بالله جهد أيمانهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لا يجوز الحلف بغير الله. رواه أحمد والترمذي رحمهم الله: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، لأن الحلف تعظيم، ولا يستحق التعظيم إلا الله جل جلاله. وروى أبو داود والنسائي رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف رجلاً فقال: احلف بالله الذي لا إله إلا هو ما له عندي شيء، يعني المدعي. وقال عليه السلام: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف به بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله.
رواه ابن ماجه رحمه الله وغيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ولا تغلظ، أي اليمين لا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني شيء عظيم. التغليظ على الصحيح من المذهب جائز وليس بمستحب ولا واجب على المقدم في المذهب، ويكون التغليظ بالزمان لقوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة، أي بعد صلاة العصر، فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. بعد العصر أي بعد صلاة العصر، قيل المراد صلاة العصر لأنه وقت تعظيم وقت تعظمه أهل الأديان. وروى أحمد والبخاري رحمهم الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى ولا ينظر إليهم، وفيه رجل حلف على سلعة على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، حلف يمين كاذبة أن هذه السلعة قيمتها كذا وهو كاذب بعد العصر فلا يكلمه الله يوم القيامة ولا ينظر إليه، نسأل الله العافية. والحلف الكاذب محرم في كل وقت، ولكن بعد العصر يكون أشد. والتغليظ بكون يكون بالمكان، ففي مكة بين الركن والمقام، وفي المدينة عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي القدس عند الصخرة، وفي سائر البلدان في الجوامع عند المنبر. ومن أدلة ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف أحد على منبري كاذبا إلا تبوأ مقعده من النار. رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن حبان رحمهم الله. وفي لفظ: عند منبري هذا على يمين آثمة، أي كاذبة. وأخرج أحمد وأبو داود رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة، أي كاذبة، ولا على ولو على سواك الرطب إلا أوجب الله له النار، اللهم أجرنا من النار. وأخرج عبد الرزاق رحمه الله أن معاوية رضي الله عنه أحلف مصعب بن عبد الرحمن بن عوف بين الركن والمقام. تنبيهان: الذي يجوز فيه التغليظ هو ما له خطر كالجنايات والطلاق والمال ونحو ذلك، والخطر هو الشيء الكبير أو الكثير أو العظيم. ولا تغلظ في المال إلا بما تجب به الزكاة، وقيل ما يقطع به السارق ربع دينار، وقال ابن حزم: تغلظ بالقليل والكثير رحمه الله. الثاني: إذا أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا، أي لا يعتبر امتنع عن الحلف. إذا أبى من وجبت عليه اليمين التغليظ لم يصر ناكلا على الصحيح من المذهب. والذي اختاره شيخ الإسلام تقي الدين رحمه الله وصاحب النكت شمس الدين ابن مفلح رحمه الله أنه يصير ناكلا إذا أبى بالتغليظ إذا رأى الحاكم المصلحة فيه، فيجب على المدعي أن يحلف يمينا مغلظة وبجواز التغليظ بالزمان والمكان، قال مالك والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. ويكون التغليظ بالقول كقوله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم
الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لعله يخاف ويمتنع من الحلف إن كان كاذبا. فإذا من توجهت عليه يمين فهل يحلف على البت أي الجزم أو على نفي العلم؟ الصحيح من المذهب أن الأيمان كلها على البت أي على الجزم، إلا على نفي فعل، إلا على نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم. وبهذا القول قال الأئمة الثلاثة والجماهير من العلماء رحمهم الله. والبت هو القطع يعني الجزم، فيقول مثلا والله ليس له علي شيء. أما إذا كان على نفي فعل الغير كما لو ادعي عليه بأن أباه غصب أو سرق أو جحد مالا، فإنه والحالة هذه يحلف على نفي العلم فيقول والله ما أعلم أن هذا المال له. ومثله لو ادعى أنه أن له على مورثه دينا فأنكره فإنه يحلف على نفي العلم. كتاب الإقرار يصح من مكلف أي بالغ عاقل مختار غير محجور عليه أي غير ممنوع من محجور عليه يعني ممنوع من العمل في ماله لأنه مفلس أو سفيه، ولا يصح من مكره وإن أكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه صح. كتاب الإقرار. تعريف الإقرار لغة هو الاعتراف بالحق، الإقرار هو الاعتراف بالحق، وشرعا إظهار مكلف مختار ما وجب عليه. ويشترط لصحة الإقرار 4 شروط: أن يكون المقر مختارا أي غير مكره، بالغا عاقلا غير محجور عليه أي غير ممنوع من التصرف، إلا أن يكون الصبي مأذونا له في البيع والشراء فيصح إقراره في قدر ما أذن له فيه، وهو قول أبي حنيفة وكثير من العلماء رحمهم الله. وقال مالك والشافعي رحمهم الله لا يصح إقرار الصبي. ودليل الإقرار الكتاب والسنة والإجماع، قال جل ذكره وإذ أخذ الله ميثاق النبيين إلى قوله قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم. وجاء في الصحيحين رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وفيه واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني أمر أنيس أن يذهب إلى تلك المرأة فإن اعترفت بالزنا وهي ثيب أمر برجمها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، أي إذا أكره لا يؤخذ عليه. وفي لفظ إن الله تجاوز على أمتي، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وابن حبان والدارقطني والطبراني والحاكم وحسنه النووي وضعفه بعضهم. ورجم الرسول صلى الله عليه وسلم ماعزا لما أقر عنده بالزنا. قوله يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما إن الله وضع عن أمتي الخطأ وتقدم قريبا، ولقوله عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن 3: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.
وعن الصبي حتى يبلغ. قال: يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه صح. قوله على وزن مال أي على تسليم مال، وذلك أنه متعارف عندهم في العصر الأول أن تسليم الثمن يكون بالعد، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره به في صحته، ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره به في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره، ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها، وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره لأنه باطل، وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثا، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت أذنت له صح، وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه، وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله على وزن مال أي على تسليم مال، وذلك أنه متعارف عندهم في العصر الأول أن تسليم الثمن يكون بالعد ويكون بالوزن، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم اشترى سراويل وأراد تسليم الثمن قال للذي يزن: زن وأرجح، أي زن بالميزان وجعل الميزان راجح. رواه الخمسة رحمهم الله من حديث سويد بن سعيد رحمه الله.